Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna read Surah Al-Bayyinah at the mosque. It has 8 verses. The meaning of it is the evidence and it was revealed in Medina. Let's start. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوانه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. I hope you like this video. Please consider liking and subscribing. I hope you like this video. We'll see with new surahs and duas and rocks. I'll see you next time. Allah Hafiz.